الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن وفى. أيها الأحبة الكرام، عاوزين يعني نبتسم قليلا. أنا أعلم أنني تكلم معكم في بعض المقاطع بشدة، ولكن أريد أن أهون عليكم، لأننا نحب الله ورسوله ونريد أن يكون عندنا تمسك بديننا ولا نميع ديننا أبدا. فعاوزين نأخذ ابتسامات من التاريخ. الأولى، مرة واحد أعرابي وكان معوج الفم، فمه كده إيه معوج، وكان يقف أمام أحد الولاة، واقف أمام أحد الأمراء، وقعد يثني على الأمير ويقول فيه أبيات شعرية ويمدح فيه. ليه؟ عشان الأمير يديله العطايا ويديله فلوس وروق عليه وبشبشها كده معاه ويخلاه إيه من عنيشة بقى. فجي الأمير إيه لم يعطيه الأمير شيئا. فرد الأمير ثم قال له الأمير: ما بال فمك معوجا؟ ما أنت بقك معوج كده ليه؟ فقال له هذا الشاعر: عقوبة من الله. ليه عقوبة من الله؟ قال له: لأن أنا أثنيت على بعض الناس بالباطل، أنا بقي معوج عشان قاعد أقول في واحد شعر والشعر ده باطل فربنا بيعاقبني، لكن هو كان بقه معوج أصلا، هو زعلان إن هو لم يأخذ منه مالا. أيضا من الابتسامات في التاريخ، كان أحد الأمراء كان بيصلي مرة وراء إمام، وكان هذا الإمام يطيل في الصلاة ويسمع الناس القرآن. فالأمير قال له: بقول لك إيه، ما عادش طول بعد كده، أخرك آية أو اتنين، هي آية واحدة، تصلي بآية واحدة وما عادش تطول بعد كده تاني، أسمع الكلام. فالإمام قال له: حاضر، ما نقدرش نقصر أمر ولي الأمر، الأمير بتاعي، حاضر عيوني الاتنين. فقرأ في الركعة الأولى بعد أن قرأ الفاتحة، قرأ قول الله عز وجل: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. سورة الأحزاب. وأم قارئ قال له، وقال له آية، قال له خلاص. وجي في الركعة الثانية قرأ الفاتحة ثم قرأ: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلما انتهى من الصلاة الأمير قال له: ايه يا عم، اقرأ ما شئت وطول ما شئت، واللي انت عاوز تقرأ بيه اقرأ بيه، إلا هاتين الآيتين. قال له: الآيتين دول ما عدتش تصلي بيهم تاني، لأن طبعا الآيات تعبته. أيضا من الابتسامات في التاريخ أن كان الحجاج ابن يوسف الثقفي نزل إلى النهر يستحم، نزل استحمى كده في الايه في النهر، فأشرف على الهلاك، كان هيغرق، تعب، حصل له إرهاق وكان هيغرق. فأحد المارة معدي، الواحد كده معدي مارر على النهر، لقى واحد قدامه كاد أن يغرق، فنزل بسرعة وأنقذه. فلما أنقذ الحجاج وأخرجه قال له الحجاج: أطلب ما شئت، أنت أنقذتني. قال له: أطلب ما شئت، أنت مين أنت عشان تقول لي أطلب ما شئت؟ يعني أنت من الأمراء ولا من الخلفاء عشان أطلب من عاوزه؟ قال له: نعم، أنا الحجاج ابن يوسف الثقفي. قال له: أنت عارف أنا أطلب منك إيه؟ قال له: أطلب ما شئت. قال له: أطلب لو حد سألك ما تقولش إن أنا اللي أنقذتك، لأن لو قال إن هو أنقذه الناس عرفوا أنت ما أنقذت الحجاج هيموتوه، كنت سيبه يغرق، لأن الحجاج كان قتل ما يزيد على 80,000 كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. أيضا من ابتسامات التاريخ، واحد استأجر بيتا من رجل آخر، واحد خد بيت بالإيجار، وبعدين كان الخشب بتاع السقف بتاعه قديم وبيطقطق كل شوية يعمل صوت. فالمهم صاحب البيت دي أول الشهر يستلم الإيجار، فقال المستأجر بيقول له إيه؟ بيقول له: اتصلح لنا السقف، لأن السقف الخشب بتاعه قديم وبيطقطق وممكن يقع علينا. فقال: لا، هذا الخشب يسبح الله عز وجل، ما تخافش، الطقطقة دي مش إن هو قديم ولا فيه سوس ينخر فيه والكلام ده، لا، ده بسبح ربنا، كل الصوت ده بسبح ربنا، وإن من شيء إلا يسبحه بحمده. فقال له الرجل: أخشى إن هي تأخذ الخشية، يسبح أوي فتأخذ الخشية فيخر ساجدا، ها، يوم ساجد علينا والسقف ينزل إيه علينا يموتنا. آخر حاجة أختم بيها، كان امرأة مرة بتشكي من زوجها إن زوجها كل ما يجي ينام، يتبول في فراشه. إزاي تبقى راجل كبرت ومتجوز وكل يوم تتبول في الفراش؟ فقامت رفعة أمرها إلى القاضي
عاوزة تطلق من هذا الزوج. فالقاضي بيقول لها انت عاوزة تطلقي ليه؟ قالت له يا سيادة القاضي زوجي كل يوم يتبول في فراشه، ومش لسه عيل صغير، ده راجل كبير متزوج وعنده زوجة بتاع، ازاي يتبول في فراشه؟ فقال له القاضي احقا ما تقول اللي هي بتقوله ده صحيح؟ قال له نعم صحيح. قال له طب لماذا لم تستفرغ بولك؟ انت ليه يا ابني ما تخشش الخلاء قبل ما تنام تنزل البول اللي منك عشان ما تتبولش على نفسك وانت نايم؟ قال له افعل ذلك ايها القاضي، انا بدخل الخلاء واستفرغ بولي وبرضه بتبول على نفسي. قال له ليه؟ قال له انا احكي لك يا سيادة القاضي، انا كل يوم بتجيلي او بيأتيني حلم، يجيني حلم كده وانا نايم. ايه الحلم؟ ان انا في مكان عال في ربوة خضراء عالية، وفوق هذه الربوة العالية جدا مئذنة، وفوق المئذنة جمل، يعني مكان عالي وفوق المكان مئذنة وفوق المئذنة جمل، وانا راكب على الجمل. الله. طب وبعدين؟ قال له الجمل بعد الارتفاع ده كله بالارتفاع والمئذنة والجمل عاوز يمد رأسه يشرب من النهر الذي او البئر الذي تحت هذه الربوة. شوف بقى العلوة قد ايه، فبحس ان انا هقع من فوق الجمل، فاقع من فوق البعيد بالمسافة دي كلها فاتبول على نفسي. الامر يخوف. فقال القاضي هتريدون ان الا يتبول على نفسه؟ قالت نعم. قال اذا كان هو بيحكي لي انا كنت هتبول على نفسي من اللي هو بيقوله ومن المكان اللي هو بتقوله، عايز يتبول ده يتبول ونص. هذه كانت بعض الابتسامات حتى يعني يدخل علينا الفرح والسرور. اسال الله ان يجعل بيوت المسلمين فرحا وسرورا وسعادة وهناء. اللهم اسعد بيوت المسلمين جميعا يا رب العالمين، واجعلها واجعل فراشهم السعادة وغطاؤهم الهناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.